إلى حديث وزيرة التربية نورية بن غبريت في هذه اللحظات، هي مع والي العاصمة. نترككم مع ما تدلي به الوزيرة. في ولاية الجزائر، وفي هذه الزيارة مشينا في جزائر الشرق الغرب والوسط، واليوم شفتوا عدة حالات. على كل حال دشنا مدرسة ابتدائية وكذلك متوسطة وثانوية، وكما رأيتم شفتوا في مدرسة ابتدائية خاصة في حسن داي عملية استرجاع بعض الفضاء اللي كان مستعمل من طرف عائلات، واسترجعنا في هذه الابتدائية 6 أقسام، وهذه الوضعية مازال موجودة في مدارس أخرى. هي وضعية غير مقبولة على كل حال، ولكن في ديك المدرسة اللي مشينا هذيك الوضعية كانت موجودة تقريبا 30 سنة، والعائلات كانوا يتقاسموا الفضاء وكذلك حتى لسكون أبالي سانيتار. واليوم بفضل المجهود، ومجهود كبير وغير سهل، مع ولاية الجزائر وعلى رأسها السي الوالي وكل السلطات على المستوى المحلي، قدرنا في عدة وضعيات أن نرجعوا إلى بما يسمى لا نورم، أن إتابليسمون وين فيه فقط التلاميذ الأساتذة والموظفين. رأيتم في نفس الابتدائية أن المدير المدرسة ما ساكنة في السكن الوظيفي، بما أن اللي كان قبلها مازال ما خرج، وهذه الوضعيات تتكرر وعندها انعكاس سلبي على التسيير المؤسسات. إذا كاين سكنات وظيفية معناتها وجود المدير المؤسسة إجباري باش يكون هو يعني المسؤول الأول، اللي هو مسؤول على السلم، حفاظ السلم داخل المؤسسة، ويكون متجند في أي وقت باش يمد الأحسن من عنده. وحتى هذه الوضعيات خاصة نجم نقول باللي موجودة بكثرة في ولاية الجزائر أكثر من الولايات الأخرى، وهذا يتطلب متابعة دقيقة شخصية. ما نقدروا نحلوا المشكل بالجملة، ولكن كل وضعية عندها خصوصيتها، وفي ولاية الجزائر وسي الوالي سكن عدة عائلات اللي ما كانش عندهم يعني سكنات وإن كانوا يقدروا يخرجوا فيها، ولكن عكس كان وضعية أخرى وين الناس عندها سكنات استفدوا منها ورفضوا باش يخرجوا، وهذا اللي رد إجباري باش نمروا من العدالة. ثانيا الوضعية أخرى اللي رأيتها أن في القطاع التربية ومن خلال خصوصية بعض المناطق استعملنا مع الولاية إن باز دو في، قاعدة حياة اللي تحولت بصفة مؤقتة باش نكونوا في نفس يعني المستوى، بصفة مؤقتة إلى مدرسة الابتدائية. ورأيتم كذلك معنا كيفاش السكان المنطقة كانوا فرحانين، والأمهات كانوا يولولوا لما دخلنا. هذا يبين المجهود، ودائما رحنا
في بحث دو سكون ابل دي نيش باش نلبيو الرغبات. وراكم شفتوا في هذيك المدرسه كذلك راهم عدد كبير في الاقسام، دونك هادشي عارفينه وتحتاج بنيات اخرى وشي راه مخطط من خلال الولايه. وكذلك في هذه الزياره وزرتوا معنا ثانويه اللي هي جديده مجهزه، ولكن التلاميذ رفضوا باش يدخلوا في هذا الثلاثي الثاني. انا قلت يمكن كان كنا محتاجين من قبل تكون عمليه تحسيسيه، عمليه مع جمعيه الاولياء تحت التلاميذ، ولو تقرب لهم الثانويه او المؤسسه يحتاجوا هذه المرافقه. ولكن ما يهمش، حنا تمشينا مع الرغبات تاع هاد التلاميذ باش يقعدوا في الثانويه ولو راهم في اكتداد. وفي الدخول المدرسي سبتمبر 2017-2018 فقد يكونوا في هذه المؤسسه. دونك زرتوا معنا عده وضعيات، الوضعيات ماهوش دائما سهله، معقده، وحنا في هذا المجهود وهذا الرخصه الاستثنائيه اللي مديناها باش نحاولوا التلاميذ في الثلاثي الثاني. هذه لما نكونوا في وضعيه عاديه ما نديروهاش، دخول راسي سبتمبر والخروج في جوان. ولكن في الوضعيات اللي احنا كنا وزرتهم معنا كان ضروري والأولياء كانوا قابلين، وفي الخريطة المدرسية المديرات التربية حضروا هذا الانتقال من مؤسسة إلى مؤسسة أخرى. ولا. شكرا. Alors, aujourd'hui, nous avons fait une visite de travail avec Monsieur le Walid, la Wilaya d'Alger. Et cette visite de travail a montré toute la complexité de la situation de l'éducation. Quand on parle en termes de complexité, ça vous montre comment, dans une région particulière, nous avons utilisé une base de vie pour la transformer de manière conjoncturelle et ponctuelle en une école primaire. Et même en tant qu'école primaire, vous avez vu, le nombre d'élèves dans la classe sont extrêmement importants parce que nous avons des régions où il y a une densité de population extrêmement importante et qui suppose des solutions extraordinaires. Et cela, les autorités locales et avec sous évidemment la responsabilité de M. le Wali, nous avons pu donc prendre appui sur ces possibilités, donc comme cette base de vie transformée de manière momentanée en école primaire. Vous avez visité avec nous une autre école primaire où nous avons pu récupérer des classes et 6, donc pratiquement la moitié de cette école primaire, parce qu'y vivait depuis presque une trentaine d'années une famille qui s'est transformée en 9 familles au cours des 30 années. Donc la solution était complexe, il fallait trouver, à partir du moment où c'est 9 familles, il a fallu trouver donc 9 logements, et je remercie très vivement l'attention des autorités locales et à leur tête les walis qui trouvent les solutions adéquates et qui nous ont permis et qui ont permis à cette école de récupérer 6 classes. Nous allons, à partir de la rentrée scolaire prochaine, ouvrir des classes pour l'éducation préscolaire, mais en même temps pour les enfants à besoins spécifiques. Donc nous rentrons dans une sorte de normalité, et ce travail qui est en train d'être mené en même temps que la construction de nouveaux établissements. Donc récupérer des classes, construire de nouveaux établissements et en même temps adapter
certaines structures pour compléter et arriver en tout cas à ce que la scolarisation puisse être une scolarisation à la mesure de nos attentes. Évidemment, les 40 élèves par classe, ce n'est pas notre objectif, c'est une contrainte. C'est une contrainte et nous sommes pour l'avenir en train de continuer cet effort permanent. Nous avons dans d'autres écoles des classes de 20, des classes de 15 que j'ai visitées. Donc il y a une pluralité de situations et parler du secteur de l'éducation, c'est lui rendre son vrai image. Et sa véritable image, c'est une image très diversifiée, très complexe encore une fois, mais où cela nous demande de continuer à faire des efforts. Voilà. بل ويعملون وكأنهم مستقلين عن الوزارة ويمارسون إجحافا كبيرا في تسهيل ملفات المواطنين فيما يخص الترقيات والتحويلات. السؤال الثاني، ما هو سبب تراجعكم عن تسهيل المطاعم المدرسية لوزارة الداخلية؟ معالي الوزير، الفصل الدراسي الأول بتأخر في الدروس، بتأخر في البرنامج الدراسي 4 أسابيع، وهو الفصل الدراسي الثاني يبدأ بإشعار نفقات بدخول في إضراب يوم 22 جانفي الجاري. يعني كيف سيتم تعويض الدروس وما هي الإجراءات المتخذة لتفادي هذا الإضراب؟ معالي الوزيرة، إذن اليوم عفوا نشرت على تدشين بعض المؤسسات التربوية، ربما ألا تظنين بأن تدشين مدارس بمثل هذا الوقت وفي الفصل الثاني ربما سيشوش على التلاميذ بحيث سيتم تغيير مكان الدراسة وتغيير ربما الأساتذة بسبب استخدام ربما أساتذة جدد. هذا السؤال الأول. معالي الوزيرة، التي على مسابقة في شهر ماي المقبل، لماذا في شهر ماي وخصوصا وان بعض المؤسسات التربويه لا تزال تعاني نقصا في الاساتذه ربما في المواد الاساسيه خصوصا الرياضيات والفيزياء، ولدينا عينه ربما من جزائر العاصمه ثانويه الارقى مثلا يعانون من نقص في استاذ قضى الفصل الاول بدون استاذ فيزياء. والسؤال الاخير، ربما اعيد طرح نفس السؤال حول اجحاف بعض مدراء التربيه. مؤخرا سمعنا بمراقب في ثانويه الشيخ بوعمامه ربما تعرض لبعض المضايقات من طرف مدير التربيه، ربما حسب ما توفر لدينا ان مدير التربيه يريد ان يقيل المراقب العام في ثانوية الشيخ بوعمامة. ما تعليقكم على هذا معالي الوزيرة؟ Lors de vos dernières sorties, vous avez annoncé des réformes en profondeur, surtout sur l'aspect pédagogique. Donc ne pensez-vous pas que la surcharge des classes soit un frein pour le bon fonctionnement et la bonne mise en place de ces réformes? Et pensez-vous que d'ici la rentrée 2017, le problème sera totalement réglé? Ok, c'est bon. Donc je vais commencer par la dernière, la plus simple. Donc la surcharge peut être un frein, mais ça peut être aussi une opportunité. En fait, la surcharge, c'est aussi la façon dont on travaille dans une classe. C'est la façon dont on organise le travail dans la classe. Donc, ce qui fait que cette problématique, qui ne se pose pas à l'ensemble des établissements et surtout pas à l'ensemble des classes, c'est des situations particulières qui exigent à un moment donné, un accompagnement de l'enseignant pour améliorer les pratiques pédagogiques qui prennent en ligne de compte ce nombre élevé. Et quand on dit élevé, c'est
C'est en fait 41 élèves, pas plus, 41 élèves. Et là-dessus, ce sont des situations en fait conjoncturelles. Nous avons un programme intensif en matière de construction, de récupération, d'adaptation, pour faire en sorte que le nombre d'élèves par classe puisse être moindre. Le nombre d'élèves par classe moindre, c'est le confort pour l'enseignant, et on en est conscient. Et cet enseignant a besoin de confort, mais le fait d'avoir 40 élèves par classe ne constitue pas un frein pour la pratique, pour l'enseignement et pour la prise en charge des élèves. Il faut peut-être des techniques nouvelles, cela oui. Et pour 2017, c'est un effort que nous allons continuer à mener. Sur le plan pédagogique, oui, cette année particulièrement est une année où l'empreinte de la pédagogie est importante. Nouveau programme, nouveau manuel scolaire, stratégie nationale de remédiation et le lancement, à partir de février, d'une consultation nationale sur les dispositifs d'évaluation pédagogique. Pas de réforme si le système d'évaluation ne change pas. Donc ça se fera sur la base d'une consultation nationale. Donc nous allons approfondir, en tout cas, l'amélioration de nos résultats et l'amélioration de la mise en place de la réforme en donnant une priorité aux pédagogiques. الان فيما خص المديريات التربيه هي فقط تكلمنا وقلنا باللي الوضعيه معقده في القطاع التربيه ما نقدروا نعموا بعض السلوكات اللي يمكن يمارسوها بعض يعني المسؤولين ولكن رحنا في القطاع في عمليات مرافقة كبيرة جدا من طرف المسؤولين وبصفة عامة الشيء اللي نجم نقوله الآن أن هاد المسؤولين العمل تاعهم غير سهل واليوم أكثر من البارح بما أن رحنا نتمشى وعارفين بالتقييم على حسب الإنتاج une évaluation par les résultats واليوم مكان مسؤول هو مكان غير مريح non confortable et je peux vous dire que وين كاين يعني اختلالات او غلطات نحن موجودين باش نصلحوا مع المسؤولين على المستوى المحلي بعض الوضعيات qui ne sont pas toujours faits de manière exprès. Kayen fi ba'd al-ahyan adam tahakkum fi al-qawanin awalan aw ba'd al-mumarasat mahouch faqat sahel lma nqoul al-mudir tarbiya walakin kayen shabaka ta' al-mas'oulin 'ala al-mustawa al-mahalli wa li hatta huma yahtajou al-murafaqa al-muraqaba wa kadhalik al-takwin يصبح اليوم في جوهر لاهتمامنا تكوين الأساتذة وكذلك تكوين الموظفين وخاصة المسؤولين على المستوى المحلي فيما خص المطعم المدرسي ما رجعناش هي راه القانون اصدر في جويلية 2016 اللي هو قانون للتسيير المدرسة الابتدائية وفي هذا القانون يحدد بصفة واضحة المسؤوليات ما بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية رحنا كلنا في خدمة التلميذ وهذا المرسوم يحدد يوضح أكثر المسؤولية وتطبيق هذا المرسوم يحتاج مرحلة انتقالية ورحنا فيها وهذاك اللي يفسر لماذا فيما خص تسيير المطاعم المدرسيه دخول المدرسي هذا ثلاثي ثاني مازال في نفس الطريقه اللي كانت مستعمله من قبل
ما كان أي تغيير في هذا الميدان. نخليه الوقت باش هذا المرسوم محتاج دابور يعني فيما خص مرسوم تطبيقي اخرين، ورحنا مع وزارة الداخلية في هاد يعني في هاد النقطة بالذات. راه عندنا مجموعة عمل ورحنا في انتظار نتائج اللي نمدوا الأحسن للتلاميذ. فيما خص ثلاثي الأول، وقلت باللي كاين تأخر 4 أسابيع. نو سي با بارتو. لما تكلمنا باللي كاين وضعيات خاصة في بعض الأقسام في نفس المؤسسة، كاين اللي عندهم 3، كاين اللي عندهم 4، كاين ما عندهمش تأخر. وكساسيني في ما نقدرش نعمم وضعية اللي هي خاصة بمؤسسات أو حتى في بعض الأحيان داخل المؤسسة بعض الأقسام. ولكن هذا ما يطرح بنسبة الأستاذ مشكل، بما أن كاين طريقة لتستعمل وغادي يبدأوا فيها دي سكون أبل تو سامبلمون لو ترافاي دو ريغولاسيون بيداغوجيك. وهاد العملية اللي استعملناها السنة الماضية كذلك، لي وين الأستاذ يقدر رغم هذيك دي سكون أبل ان افونسمون على حسب الكتاب المدرسي، الشيء اللي راه مع المفتشين والأساتذة غادي يعملوا يفون ميتر اون اوفر دونك طريقة بيداغوجية اللي عارفينها، وليو دو فير دي زيكزيرسيس في محاضرة معينة يقدروا يعملوا وحدة اي بو فينير اون افون. جو دير سو ترافاي دو بيداغوجيك dont seuls les enseignants et les inspecteurs peuvent faire le suivi, ne nous pose pour l'instant aucun problème. Aucun problème. Je dis que c'est un peu plus tard, je dis que dans cette situation, en 2028, nous ne parlons pas de l'aide. Et nous les remercions à tous les cas pour ce moment, parce que les talamides التربية القطاع محتاج استقرار باش نكملوا نفذوا الشيء اللي هو يعني مجبر باش نقوموا به، وهو تنفيذ البرامج. فيما خص المسابقة، احنا قلنا باللي طريقتين غادي نعتمدوا على طريقتين فيما خص التوظيف. في 2017 غادي نستعملوا الأرضية الرقمية اللي موجودة في بعض المواد اللي مازال عندنا في هذه القوائم الاحتياطية، نقدروا نعتمدوا عليها ونفتحوا مسابقة. أنا ما غاديش نمد يعني وقت في هذا، نقول قبل أخير هذه السنة، وعندنا ديجا مادتين وين ضروري باش نعملوا هذه المسابقة، هي الرياضيات والفيزياء. ولكن وفي هادو في كل مؤسسة كاين أساتذة ورحنا معهم بعقد الشغل. Nous avons ouvert des contrats dans le cadre de ces deux disciplines. Donc ما كاين أي مشكل اليوم. عندنا هذه الطريقة اللي استعملناها. دونك في كل مؤسسة كاين أساتذة، وحدين متربصين، وحدين تيتولير، اي ثالثيم كاتيجوري دي كونتراكتويل. الوغ كاين حالات خاصة، أنا ما ظنيتش بلي كاين مضايقات ولا حاجة. عندنا عدد كبير من الموظفين، وكونوا متأكدين أن كل حالة اللي هي موجودة تشغلنا، وعندهم عدة طرق باش اليوم نحطوا الملفات أو يرفعوا الانشغالات تاعهم، يرفعوها
من طرف نقابة، من طرف جمعية الأولية، من طرف ريزو سوسيو، من طرف ملفات اللي حطوها مباشرة للوزارة. اليوم القنوات اللي يستعملوها الموظفين داخل القطاع عديدة، وكاين كذلك صحافة، اسمحوا لي، كاين عدة مشاكل اللي حتى هما تطرحوها وناخدوها بعين الاعتبار اون فيريفي. ولكن في بعض الأحيان تسمعوا صوت واحد ماهوش الصوت الآخر، وهو شيء ضروري. عندنا وضعيات كثيرة مكثفة ومعقدة، ما نقدروا فقط سمعنا. راكم تكلمت مع أب قبيلات في مدرسة ابتدائية، وإن كان يقول إحنا أولادنا ما سجلتهمش وسمعنا باللي وحدة المديرة تقول له باللي إحنا مدينا لكم يعني وقت باش تجيو تسجلوا، ويعاود يرجع ويقول سمعت وقالوا. خصنا اليوم ناخدو طريقة أخرى، ولابد يكون التحقيق المعلومة باش نضيعوا حق حتى واحد. لما نتكلموا، لما موظف، لما مواطن يطرح انشغال وعنده الحق باش يطرح الانشغال، ولكن من مسؤولية خاصة الصحافي باش يمد الكلمة للطرف الآخر باش يفسر يحلل، ومن بعد واحد ينجم يكتب المقال ديالو. نعرف بلي المهنة غير سهلة، والمعلومة ماشي دائما تكون في يدكم، ولكن وعلى الأقل يعمل هذا المجهود. قلت على الأقل يعمل هذا المجهود، وإذا هذاك المجهود نبايتي بيان يكتب باللي حاولت باش تكون عندي الرأي الآخر أو الموقف الآخر وما لقيتوش. ولا دونك فقط الشيء اللي هام اللي هو اليوم المجهود اللي القطاع التربية راه يقوم به، ماهوش فقط على الجانب البيداغوجي. راكم شفتوا اليوم بتضافر الجهود كل الوزارات، والوزارة الأولى هي معنية بالأمر، وزارة الداخلية ووزارة السكن، اللي نقدروا من خلالها نتقدموا في القطاع. وشكرا لكم. مشاهدينا، كانت هذه كلمة وزيرة التربية نورية بن غبريط في ختام